الصحبة جايين. الله أكبر، كبرة حرة يا تورة بعد ترص على شبراير. الله أكبر. اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله متوكلين تجاه الكفرة لبسط الامن والامان وللامن والامان وبسط هيبة الدولة، وان شاء الله باذن الله تعالى كائتلاف كتائب ثوار وتجمع سرايا الثوار باذن الله سنتعاون اخوة، وان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى ان تكون الامور كلها طيبة وما فيش هدوء، وإن شاء الله ربك يرد شباب ليبيا طيبين إلى أرض الوطن وتكون بلادنا رخاء وأمن وسلام بإذن الله تعالى. الاسم تقدير القوة لتجري الكفرة إن شاء الله. طبعا هذه من أمور عسكرية عادة تكون سرية تقدير القوة، ولكن مختلف كتائب الثوار مشاركة في هذه العملية، وان شاء الله باذن الله تعالى تقوم بواجبها على اكمل وجه ان شاء الله. الاسم مصطفى الربع، طب امر سريه ابو بكر الصديق مشافي كتيبه شهداء ليبيا الحره، ائتلاف كتائب الثوار. رفض الله للاسف، هذوما معايا والله للاسف والله.
شاء الله كفرة تحرك يا شيخ. بس احنا تحت طاولة تحت أمره، يعني اي حاجة يقولها نحن ماشيين تحتها. هاي سجل. الله ورسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تكبير يا شباب. الله أكبر. ربي يحفظ ليبيا آمنة مطمئنة وكل خطنا في الكفرة.